وللمزيد معنا عبر سكايب من باريس دكتور جون مسيحة، المفوض العام لحزب التجمع الوطني الفرنسي. دكتور جون، أهلا ومرحبا بك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. دكتور جون، في البداية نتحدث عن الوضع العام في فرنسا، تطورات فيروس كورونا في فرنسا بشكل عام. فرنسا طبعا من اول الدول، رابع دولة مصابة بفيروس كورونا من اول هذه الكارثة، وده يرجع طبعا لمسؤولية الحكومة الفرنسية انها رفضت انها تغلق الحدود من الاول، وبسطت الموضوع وبسطت هذه الكارثة، وده طبعا أسمح وصرح بناس كتيرة عائدة من بلاد أخرى إنها تخش جوه الحدود وتنشر المرض جوه البلاد. سبب آخر طبعا اللي كان فيه مواطنين فرنسيين كتير يعني موجودين في الصين وفي إقليم هوباي الهوان اللي طلع منه كورونا فيروس، وطبعا الحكومة بعتت طيارة ترجع المواطنين دي للبلاد، وكان طبعا فيهم ناس منصابين بالفيروس، وده برضو تم إلى نشر الفيروس في فرنسا. فطبعا هي موضوع أيديولوجي من الأول، لأن احنا عندنا حكومة بتأمن بالعولمة، بتأمن بعدم الهوية وعدم السيادة وعدم الحدود، وطبعا هذه الأيديولوجية كانت مسؤولة بنشر الفيروس ووصول فرنسا للبلد رقم 4 في العالم التي منصابة من هذا الفيروس بعدد الموتى وعدد المنصابين أيضا. نعم، بطبع هذا رأيك دكتور جون مسيحة، المفوض العام لحزب التجمع الوطني الفرنسي. شكرا جزيلا لك.